صباح الخير، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، وانتوا بتشوفوا دلوقتي قناة طب وتنمية بشرية، وحلقة جديدة من معلومة في دقيقتين. لو انت عندك انترفيو قريب، او لو انت نازل دلوقتي على طول وعندك انترفيو، او انت رايح انترفيو وما عندكيش وقت تسمعي فيديو طويل، هنقول لكم في خلال دقيقتين حاجات بسيطة جدا لازم تقولوها وانتوا بتعملوا انترفيو. اول حاجه لما تيجي تعرف نفسك، عرف نفسك بطريقه تخلي اللي بيعمل معاك انترفيو يحس انك انسان شيق، ان انسان تنفع للوظيفه او للمهنه اللي انت عايز تشتغل فيها، وحاول تحط فيها كل خبراتك. مش لازم تقول انا اسمي كذا، اتخرجت من سنه كذا، الكلام ده كله عنده في السي في، لكن لازم تقول خبراتك. اتعلمت ابقى شاطر في الكمبيوتر، اتعلمت اتكلم لغات، اتعامل مع الاجانب، بعرف لغات كذا وكذا، وكمان تبين له انك انت مشتاق للوظيفه بحيث انك انت ايه عايز تتعلم اكتر الى اخره. تقول له مثلا انا اشتغلت في شركه زي بتاعتكم دي ولقيت نفسي فيها، فنفسي ان انا امشي في الكارير ده او احب الكارير ده. لو انت مثلا رايح انترفيو في بنك، قول له ان انا كنت بحب الشغل في البنوك ولقيت نفسي في شغل البنوك. باين للناس انك انت بتحب الشغل. نمره 2 مهمه جدا، خلي عندك ثقه بنفسك ومهاراتك، وكون صادق على قد ما تقدر. ما تقولش مثلا شاطر في الانجليزي يروح حبتك سؤال بالانجليزي خلص الانترفيو. نمرة 3 التحضير المهم، حضر نفسك، حضر السي في بتاعك والسي في الشركة، ذاكرهم كويس قوي قبل ما تروح. وطبعا لو ما عندكش وقت دلوقتي فحط في مخك انت كتبت ايه في السي في، وراجع السي في كده وانت ماشي في السكة اللي انت كتبته، عشان اول حاجة هتتسألها من جوه السي في. كمان هواياتك، يا ريت تديله هوايات جميلة شيقة زي القراية، زي مثلا حب السفر، خليه يحس انك انت انسان طموح وانسان صاحب هدف. طبعا احنا عاملين فيديو طويل عن الانترفيو 10 دقايق و12 دقيقه، ان شاء الله هينزل قريب. ولو كان لسه الفيديو ده ما كفاش واستوحاش معاك موضوع الانترفيو، فياريت انك انت كمان تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، عشان اول ما ينزل فيديو الانترفيو الطويل تاخد معلومات جميله جدا جبناها لكم من المانيا ومن خبراتي الضعيفه في انترفيوهات كتير عملتها في حياتي. ياريت كمان تعمل شير للفيديو ده لأي حد من أصحابك عنده انترفيو قريب. ومنتظر أسئلتكم وتعليقاتكم وكل اللي انتوا عايزين تعرفوه عن الانترفيو، اكتب لي على طول دلوقتي سؤال في الكومنت تحت. كان معكم في معلومة في دقيقتين ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.